اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امك. النهارده الاكل الصحي، والاكل الصحي مع المغازي اكيد له طعم تاني وشكل تاني ومدرسه تانيه، بما ان احنا عندنا خبره في عمايل الاكل الصحي وازاي نعرف نتمكن من الماتيريال بتاع الاكله والطبق والتفاصيل. احنا معانا النهارده فراخ صدور هنعملها النهارده مع بشاميل الشوفان، كفته الفراخ اكيد بريئه ما فيهاش دهون كتير، ما فيهاش الحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه اللحمه، ولكن هنعملها النهارده مع شوفان من البودر والحبوب. ازاي هنشوف نعمله مع حليب الدسمه بتاعتي فيه قليله. معانا بطاطس النهارده، والبطاطس دايما في وضع الاتهام بان بنعمل دايت بنعمل هيلث نبعد عن البطاطس، بالعكس بطاطس كربوهيدرات ونشويات، نشوياتها مفيدة جدا والكربوهيدرات بتاعتها مفيدة جدا. هنعملها النهارده يخني بالطماطم، ولكن مدرسة المغازي مع طشة الكزبرة بالتأكيد بتروح في مكان تاني، بس ما فيهاش لا فراخ ولا لحم. الحلو النهارده البسيسة، يا بسيسة فين أيامك؟ هنعمل البسيسة النهارده ونسقيها عصير البرتقال واليوسفي، وكلنا عارفين دلوقتي موسم البرتقال واليوسفي، خلينا نستفيد بوجوده ونعمل صينية بسيسة حلوة نشربها بدل الشربات المعتاد اللي هو سكر او محلول جلوكوز، احنا هنعملها النهارده بعصير البرتقال واليوسفي. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، ولكن مع خبره طهويه ازاي تكتبي على باب الثلاجه يوم اكل صحي، ولكن على طريقه الشيف المغازي. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وتفاصيل الحلقة، خط سير الحلقة يمشي ازاي. انت زي في المطبخ كده واقفة معاكي نفس المنيو ده كده، سواء البطاطس هنعملها يخني بالكزبرة، سواء معانا كفتة الفراخ بالمدرسة البشاميليات بالشوفان، الحلو بتاعنا البسيسة. طبيعي هنبدأ بالبسيسة مخرجنا الجميل علشان هي عايزة وقت تقريبا من 40 ل 45 دقيقة اللي هو التايم بتاع الحلقة، فاحنا هنبدأ بيها ونحطها في الفرن ونشتغل في بقيه المنيو بتاعنا. معانا مقادير البسيسه كالعادي، كوبايتين من الدقيق الاصفر او دقيق الذره الاصفر، دقيق الذره ده موجود في اي سوبر ماركت، في منه الابيض وفي منه الاصفر، ده موجود معانا الاصفر. ومعانا كوب من الدقيق العادي، معانا عصير برتقال وعصير يوسفي الاثنين مختلطين مع بعض، بشره البرتقال واليوسفي، معانا كمان بيكنج باودر وفانيليا وسكر وزيت وثلاث بيضات. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بنجيب مضرب ما يكونش طبعا فيه ريحه البصل ولا الثوم، وتعالوا نعمل البسيسه النهارده بطريقه بسيطه وسهله. الطبيعي اول حاجه ببدا بيها البيض، ثلاث بيضات، والبيض في ايام الشتاء يا اختي يا خالتي يا عمتي يطلع من الثلاجه مسبقا قبل ما نستخدمه في عمايل الكيكه او البان كيك او استخدامنا للبيض، يطلع من التلاجة قبلها تقريبا ب10 دقايق، ده الطبيعي. عايزة البيض يتخفق بسرعة وما ياخدش وقت منك كبير، وما تكلفيش جوزك وتجيبي خلاط بتحط السكر على البيض بالشكل ده كده، ونقلب دول مع بعض. بيديني قوام مزيج زلالي اهو 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 اهو. يلا اللهم صل على النبي. سريعا هو ده، نضيف الزيت تالت حاجه زي الفل. الطبيعي ان البيض بيكون فيه شويه زفاره، بنحط الفانيليا بتاعتنا الجميله مع البرتقال بشره البرتقال، ونقلب الخليط تاني تقليبه تانيه قويه زي اللي عدت بالظبط اه، ونشوف القوام هيبقى معانا ازاي. اه اصبحت الفانيليا والبرتقال هنا، الزفاره ملهاش مكان بينا. اه ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ نشوف القوام كده مخرجنا الجميل، فرسان التلفزيون المصري. اه زيت سكر بيض، زيت سكر بيض. اه حلو قوي. بقية المقادير مع بعض نخلي دول كده على جنب. حلو قوي. ناخد معانا الدقيق الاصفر والدقيق الابيض الاتنين مع بعض، ومعلقة كبيرة، ونقلب الخليط الاتنين مع بعض اه زي الفل. البسيسه اهي، ده الدقيق الاصفر، بنحط عليه الدقيق الابيض عشان هنعمل كسرولة كبيره،
تكفي العيله والجيران والحبايب، رحل حماتك، رحل ماما، خدي لها معاكي قطعتين ثلاثه. شبيه البسيسه حاجه جميله جدا بيعملوها في لبنان اسمها السفوف. ايه هي السفوف يا مغازي؟ هي نفس المقادير تقريبا، وبتاخد كركم، كركم او العقده الصفراء، بس الافضل الكركم عشان طعم الكركم يبقى باين في السفوف، وبتاخد صنوبر. نقلب دول كلهم مع بعض، بيكنج باودر، دقيق اصفر اللي هو دقيق الذره، دقيق الابيض بتاعنا العادي بالشكل ده كده اهو، تقليبه حلوه. نتاكد ان البيكنج باودر بتاعنا مفعوله شغال ازاي. بتجيب البيكنج باودر اللي ركناه في الثلاجه اللي حطاه في الادراج بتاعه المطبخ، وتحطيه في كوبايه وتحط عليه شويه ميه، الداكن فوار يصبح ان هو زي الفل، تاريخ صلاحيته تمام، محلك سرك يبقى هو مش تمام. زي الخميره كده، فارت معاك لما حطيت لها سكر واداتك الرغوه البيضة تعرف ان هي شغاله كده. العيار بتاعي زي الفل. ناخد البرتقال بتاعنا بنسقطه هنا، اللهم صل على النبي، تمام. نقلب دول كده مع بعض، برتقال مع بيض مع سكر مع زيت مع فانيليا زي الفل يا عم الشيف. نجيب الكاسرولة اللي احنا هنشتغل فيها، او القالب اللي هتعملي فيه الكيكة، او هتعملي فيه صينية البسيسة. ممكن يكون قالب زجاج زي ده كده مسموح له انه يخش الفرن، ممكن تكون صينية برضو مسموح لها ان هي تخش الفرن، موجودة معانا بالشكل ده كده. بنعمل ايه بقى؟ تركية حلوة قوي، ده الجديد معانا. حبوب الشوفان بناخدها في الارضية كده بدل الدقيق، حاجة جديدة يعني. حلو. دهناها سمنة مش زبدة، نوعية سمنة حلوة، وحطينا حبوب الشوفان فرديتها كده في الأطراف بالشكل ده كده. عينية، وناخد زي الفل تمام كده اهو، ونشيل الحاجة دي من هنا. ونعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده. وناخد كده الخليط ده كده ونسقطه هنا، اللهم صل على النبي. ونقلب. ونقلب. عايزين كمية حلوة محترمة، يعني معانا صينية كبيرة. هنحتاج لقليل من الحليب. طبعا التقليب هنا بالاسبانيولا او الاسباتيولا، بلاش بالمضرب، او عندك معلقه خشب مفيش مشكله بتحل مكان الاسباتيولا عادي اهو. بنحط شويه حليب، ممكن الحليب هنا الدسامه بتاعته قليله مفيش مشكله زي الفل. زودت بدل الحليب عصير برتقال عادي بتاعتك دي مفيش اي مشكله اهو، اللون بقى اصفر. هتقولي الصفار ده جه منين؟ من عصير البرتقال، من بشره البرتقال اهو، شفت القوام اهو، اللهم صل على النبي. نلم العجينه كده لها قوام، لازم تلمسيه بايدك كده. بتاخد كمان شويه حليب بس خلاص، ونقلبهم بالراحه. اقول تاني مكونات البسيسه، نستاذن مخرجنا الجميل، نطلع بمكونات البسيسه بعصير البرتقال او بشربات البرتقال اللي هتشربه بعد ما تطلع من الفرن، كمان موجود معانا على النار. عصير البرتقال بنحطه على النار بياخد قرفه، ده جاهز معانا، وزائد البرتقال اللي احنا حاطينه في المكونات، عشان البسيسه دي حاجه جميله في ايام الشتاء، من الحلويات الشتويه زيها زي العصيده اهو. شفت القوام ده؟ هو ده. اللهم صل على النبي. بناخد القوام ده يا عم الشيف زي ما هو كده معانا في الكاسرولة بتاعتنا كده، ينزل كده. هو ده. البسيسة بتفاصيلها. اللهم صل على النبي. مكوناتها دي ذرة ودي عادي.
فيها طعم البرتقال غالب. ناخد المقدار كله ما نسيبش حاجة منه. ونسويها كده بالراحة. الكلام بقى هنا للمخرج حبيبنا. دي مكانها فين في الفرن؟ اللوكيشن بتاعها فين في الفرن؟ تحت ولا فوق ولا في المنتصف؟ قول لي ولا تخبيش يا زين، ايش تقولي العين للعين؟ إذا قلت الصح، إذا قلت الصح ما أنا بغششك. طيب بتجيلك دليفري مجانا. طيب خلونا نمسح الأطراف. تعرفين المخرج بيقول لي فين؟ بجد والله هو طبعا ناصح وفهمان، شايف الفرن فيه ايه وشايف انا منظم الفرن ازاي. اول حاجه باخد اللي من الفرن دي اللي انت مديها لك الامان، دي الصينيه اللي اعمل فيها الكفته، انا بسخنها مسبقا عشان بحب النار بتاعتي تبقى سخنه، اخليها هنا كده. بقى اقول لي فوق ولا تحت؟ هناخدها زي ما هي كده. حلو الكلام. دي في ارضيه الفرن الطبيعي، دي محتاجة نار مباشرة لأن هنا السمك عالي، فأنا هنشوف هتطلع مع بعض إزاي، وإحنا مع بعض نشوف الفرن في الآخر هيدينا نتيجة إيه. الصورة الحلوة من داخل الفرن. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. معانا بطاطس من خير أرضنا جميلة جدا، ونشيلها من وضع الاتهام ومن قفص الاتهام. يبقى دايما لما بنعمل دايت أو بنعمل هيلسي ما ناكلش بطاطس، بالعكس ناكلها مشوية، ناكلها مسلوقة، ناكلها بالطريقة اللي عاملها دلوقتي بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني عشان الاكل النهاردة اكل هيلسي، والصحة تاج على رؤوس الاصحاء، والوقاية خير من العلاج. اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل الاكل الصحي بطريقه صحيه، واحنا متفقين من البدايه ان الاكل الصحي بتاعنا بنسبه تقريبا تعدي 60%، يعني مرحله تانية من التنسيق. حلو. يعني مش لازم تكون الاكله هيلسي هيلسي يعني والكل ما ياكلش منها. نعمل النهارده يخنه البطاطس بالكزبره، مدرسه مغذيه، نشوف نعملها مع بعض ازاي. كنت اكلها من ايد ام الله يرحمها، لا فراخ ولا لحمه، بس كنت اكل اصوابعي وراها. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بطاطس متقطعه مكعبات، وفرت من وقت البرنامج ومتقطعه معانا زي الفل. بتقشريها، بعد ما تقشريها بتغسليها لازم، وبعدين بتحطيها في ميه عشان ما تسودش. معانا كزبره خضراء، ومعانا توم، عصير طماطم، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحلوه، وده اختياري. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. بحط زيت زيتون في قلب الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. حلو قوي. بصلاية الناعمة زي الفل، واستنى عليها هسه كده تديني ايه الريحة الحلوة. فرصة هي بتتحمر، انا بغذيها التوابل واحنا مع بعض. ايه توابلك يا عم الشيف؟ بشياكة كده، شوية بابريكا اديها طعم. انا عندي في حلة بتغلى على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، ورق لورو، حبهان، كل ده في الحله صديقتي. شويه زعتر، اسمها حله الخير، يعني اي حاجه عندك في الثلاجه، اي حاجه عندك في دراج المطبخ حطيها كده وقطعيها في قلب الحله. عندك عظم فراخ طلعيه، عظم لحمه مسبقا طلعيه. نقلب البصلايه الحلوه دي كده. شفت البصله لونها اتغير ازاي؟ شفت جمال البصله؟ شفت حلاوة البصلة؟ يجي التوم هنا يضيف لها لمسة فنية. التوم بتاعنا الجميل هو ده. التوم مفيد جدا من الدرنيات، زيه زي البصل، زيه زي الجنزبيل، بيساعد على ذوبان الكوليسترول والتخلص من الكوليسترول ودفع الدم في الأجزاء الدقيقة من الشرايين. التقليبة دي مطلوبة. بصلاية ناعمة، تومة ناعمة، في قلب زيت الزيتون مع التوابل الحلوة. حلو قوي. ناخد البطاطس بتاعتنا الجميلة بالراحة كده. تعالي يا حلوة. رحتي فين انتي؟
تاني زي الفل يلا. نعم يا غالي، مش هحمرها في الزيت يا شفيق، ما انا لو حمرتها في الزيت ما بقتش هيلث. هي البطاطس بريئة يا اخوانا والله العظيم، بريئة من قفص الاتهام. بطاطس احنا بنحمرها في الزيت، والزيت بقى في المحلات ما تعرفوش مصدره ايه، اتحمر فيه كم مرة، الحاجات اللي احنا عارفينها. لو هتحمريه في البيت مرة واحدة بكفاية. يعني ما ناكلش بطاطس مقلية، ده انا عاشق للبطاطس المقلية، بس بكنترول يعني. احنا لما بنقول حاجة ما ناكلهاش مش معناته ان هي وحشة، بالعكس. كلنا مفطومين على البطاطس المقلية. شفت البطاطس في قلب الحلة بتتكلم مصر ازاي؟ شفت لونها اتغير ازاي؟ شفت حلاوتها ازاي؟ معايا صوص طماطم مضروب في الخلاط، يعني مطلعها من التلاجة، طماطم ضربناها في الخلاط، جاهزة معايا اهي. يلا هو ده. ممكن نشوف المقادير مع الصورة الحلوة. البطاطس بتتقلب بجمالها بحلاوتها من خير أرضنا مع طماطم مضروبة في الخلاط زي الفل. عينيا معايا بوكيه جرنيه على النار، جزر، كرفس، بصل، طماطم، ورق لورا وحبهان بيغلي جنبيها. مش هنزل بصوص الطماطم، خلي بالك. المدرسة الطهوية بتقول ايه؟ إضافة صوص الطماطم لبعض الخضروات على النار بيعرقل عملية السوى. إضافة صوص الطماطم للحوم أو الدجاج وهي على النار بيعرقل عملية السوى، بيقفل مسامها، المسام بتاعتها. دي الخبرة الطهوية بتقول كده. هنعمل ايه هنا؟ عندنا البوكيه جرنيه بتاعنا، بناخد شوية مية من دول زي الفل كده، بنسقطهم على البطاطس تقوم تحل على طول وتستوي على طول. اهي اهي اهي، بص كده على الحلاوة، بص على الحلاوة. هو ده يا ولد يا ولد، بس كفاية. لأن احنا هنحط هنا ايه؟ صوص طماطم زي الفل. ونقلب دول كده. فعلا يخنت البطاطس بالكزبره. طب امتى الكزبره يا ابو غازي؟ في الاخر. هنجيب طاسه ونحط فيها التومه معلقه زيت زيتون، بما ان احنا بنعمل اكل هيلسي. مش بتعمليه هيلسي، حط زبده وزيت وتحمري التومه، وبعدين تنزلي بالكزبره الخضراء، شم ريحه الكزبره الحلوه كده، تسقطيها على اليخني على طول، تبقى انت عملتي يخني غير اللي غيرك بيعملها. غطيها. بعد 10 دقائق من الآن بنحط صوص الطماطم غلوة تبقى استوت. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل فراخ النهاردة بطريقة جديدة. نعمل كفتة الفراخ بمدرسة البشاميليات أو مهرجان البشاميليات بالشوفان. المقادير على الشاشة، عبارة عن دجاج مفروم صدور، شوفان نوعين، بودر وحبوب، ومعانا التوم. دي معلقه فلفله حلوه بحطها هنا كده زي الفل. ممكن مخرجنا يجيبها، الله يوفقك. حلوه قوي، بتدي فليفر وتست عالي. ايه الحلاوه دي؟ يلا العب. هو ده، تعالوا نشتغل مع بعض في الكفته بتاعتنا. اللهم صل على النبي. حلوه قوي، تمام. ايه الحلاوه دي؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى بتفاصيلها بالتكنيك العالي. هو ده، إيه ده؟ حلو أوي. شفنا مقادير كفتة الدجاج بالبشاميل الشوفان، هتتعمل إزاي؟ واحدة واحدة مع بعض، نشتغل في المقادير زي الفل. كسرولة زي دي كده، بناخد صدور الفراخ اتفرمت زي الفل، عدينا المرحلة دي خلاص. كل ده إحنا بنلعب لحضراتكم وبنشتغل لمصلحة حضراتكم. مش هضيع الحلقة بقى واشغل الكاب وافرم الفراخ، عدينا المرحلة دي من زمان. مش هجيب 2 كيلو بطاطس واقعد اقطعهم مكعبات، عدينا المرحلة دي من زمان. ما تبص على البسيسة وتشوف وهي في الفرن كده بتتدلع ازاي، ايه رأيك؟ تعالوا مع بعض نضيف للصدور الفراخ المقادير وبقية المقادير واحنا مع بعض. معلقة فلفلة حلوة بتعلي التست والفليفر، توم مفروم ناعم حلو قوي، بصلة مفرومة ناعمة، شوفان بودر معلقتين زي دول كده. كفاية قوي. وبخلي الباقي هعمل بشاميل. اخد حبوب الشوفان اللي موجودة عندي، والشوفان عنده شوية تناكة، يعني ايه يا شيف؟
يعني تقيل، العب يا واد يا تقيل، يعني ما بيديليش الالياف الفعاله بتاعته، عامل زي الايه؟ عامل زي العداد بتاع الكهرباء، فعال وغير فعال لبعض المصانع والشركات. فالالياف الفعاله اللي في الشوفان والالياف الغير فعاله الاثنين لهم فوائد، لانه بيمتص كل السموم اللي موجوده في الجسم، وكمان بيسيح الدهون وفعال على طول، بيسموه كنسه المعده. ده الشوفان بتاعنا البودر والناعم، قصدي الحبوب والناعم. كفايه دول، بننزل بشويه الخضره دول زي الفل، معايا قليل من الحليب، قليل الدسمه او عصير ليمون زي الفل، ده عصير ليمون وشويه حليب زي الفل يا عم الشيف. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. سمع صوت البطاطس؟ سمع صوت البطاطس وهو في وداني؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اقرب للحله، بص على الصوت ده كده، تتكلم مصر. بطاطس ما فيهاش لا فراخ ولا لحمه، مع بوكيه جرنيه هي مع البطاطس. البطاطس استوت على فكره. الفلفله الحلوه دي، البهارات على الكفته، البهارات ما فيش منها مشكله، بالعكس البهارات بتنشط الجهاز الهضمي. بلاش السبايسي قوي، نقلب كل الخليط ده مع بعضه بايدينا عشان نعجن عجينه حلوه، عشان عندي طاسه على النار اهو. ايه الامان اللي في الكفته هنا؟ ايه الهيلس اللي في الكفته هنا؟ ما فيهاش اي خل، دهون بسيطه. الشوفان هنا هنستنى عليه شويه لغايه لما يتعرف على صدور الفراخ، وخاصه حبوب الشوفان. عشان كده لما الناس اللي هي بتحب تاكل الشوفان نحطه مع زبادي ونحطه في التلاجة، تاني يوم بنلاقيه نفش كده وبقى كتير في قلب الحلة وفي قلب الطبق. بنحط حليب مغلى على الشوفان، يقوم ينفش معانا ويبقى زيادة في قلب الكوباية. عشان كده الشوفان غير الدقيق، غير بعض كل الحبوب. اهو هنستنى على العجينة دي شوية، هتلاقيها تقلت معايا اهو، مع ان هتطلعها حليب. حلوة، هنسيبها كده ونشتغل في اللي بعده. اللهم صل على النبي. عينيا رايق عليها اهوت، وتسمعك الصوت الحلو، الصوت اللي يجوع. كفته هنا جاهزه، حلوه قوي، تمام. للامانه دي بنسبه 99.9 هيلثي، ما فيهاش حاجه خالص. شوفان بودر، شوفان حبوب، صدور فراخ نسبه الدهون فيها زيرو تقريبا او 5% لا تذكر. معانا البصل والثوم، درنيات بتساعد على ذوبان الدهون، وكل التوابل بتاعتنا الجميله الحلوه زي الفل. نرجع لموضوع البطاطس، ننزل بصوص الطماطم. نبص عليها الاول. لو انا حاطط طماطم دلوقتي مستحيل تستوي، خلي بالك. عشان كده دايما يقول لك ايه، انا حاطه بطاطس على النار، هي بطاطس جملي ولا ايه؟ متهمه دايما، يا اما بتتخن يا اما بتاخد وقت كتير في السوى. دي مسام، هننزل بصوص الطماطم. الله الله، ونسيبها تاخد غلوه على النار، حله تكفي العيله. الطماطمية دي ما انضربتش في الخلاط ليه؟ اهو كل دول مع بعض زي الفل، تمام؟ نسيبها تاخد غلوة على النار، بس خلونا نغطيها. حلو قوي زي الفل. نرجع بقى للخبرة الطهوية، عايزين نعمل شوية بشاميل لطاف كده بالشوربة بتاعتي دي. مش شوربة كوارع ولا شوربة لحمة راس ولا شوربة لحمة، دي بوكيه جرنيه، ميه معايا بتغلى على النار، بحط فيها بصل وتوم، بصل اخضر، ورق لورا، وحبان، كل يوم معايا. طالما انا في المطبخ، طالما انت في المطبخ، الحله دي معاك، هتريحك من حاجه. ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي. تعال نعمل البشاميل بتاعنا الخفيف البسيط السهل واحنا واقفين مع بعض كده. شيل دي من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. معلقتين من الزيت، مش هنحط لا زبده ولا سمنه، زيت عادي. تمام زي الفل، دول كفايه. ومعانا نوعين من الشوفان، البودر والحبوب، هستخدم البودر. واحمره شويه في الدقيق. ده البشاميل اللي انا هحطه على الكفته بتاعتي بعد ما تتحمر. شايف الشوفان بيتحمر في قلب الزيت ازاي؟ التفاصيل في قلب الحله، التفاصيل في قلب الطاسه. الحلاوة دي، ايه الجمال ده؟ الله. واستنى عليه شوية كده هسه. ده الشوفان مع قليل من الزيت،
تحميرة تقليبة ياخد طعم. الله اهو زي الفل. احط عليه حليب. قل لي ولا تخبيش يا زين ايش تقول العين للعين. ده البشاميل بتاعنا اهو. معانا الحليب من سوبر من السوبر ماركت بتجيبه الدسامه بتاعته قليله. نسقطه هنا يا ولي ونقلب. الله الله على القوام ده. هلسي. شفت البشاميل هيتقل معايا خن العيار اعمل ايه عيط. لا هو ده العب. خلص الكلام. المضرب بتاعنا توابلنا للبشاميل ده ملح وفلفل. شفت القوام ده كده. بشاميل نقدر نستخدمه مع كوسة بالبشاميل. لو عايزه تعملي كوسه بالبشاميل ممكن، عايزه تعملي سبانخ بالبشاميل ممكن. جيب لي الزلزال اللي في الحله دي يا شفيق الله يوفقك. انت حبيبي حبيب والديك. حلو قوي. الله على ريحه البطاطس، والله العظيم من خير ارضنا بتتكلم مصر. البطاطس لها ريحه كده مع صوص الطماطم ما تحرموناش منها. بلاش نحمرها في الزيت يا اخوانا واحنا بنعملها يخن. خلي بالك اهو عشان تشم فيها ريحه الريف المصري والصعيد المصري. تشيل الحاجات دي كلها من هنا. اللهم صل على النبي. زي الفل. ايدي في النظافه على طول اول باول اهم حاجه. هتتعود على كده وتبقى زي الفل. البشاميل طلع ولا لسه؟ جاهز. نخليه على جنب وندخل الصينيه الحلوه دي كده زي الفل ونحط ده كده من غير النار. نشيله من هنا عشان الصوره الحلوه. حاضر عينيا. تمام. نبدا نشتغل في الطاسه بتاعتنا دي ونحمر الكفته. شويه زيت زيتون. وعايزين نحمر الكفتة بتاعتنا اللي هي بعد ما تتحمر هننزل عليها بالشوفان الجميل الحلو ده كده. ولادنا بيحبوا الجبن مع الشوفان. نحط جبنة برضو. في الجبن موجودة في السوبر ماركت قليلة الدسامة عادي. ممكن تحط معلقة جبنة رومي مبشورة عادي، شوية جبنة موزاريلا، شوية جبنة شيدر حسب الرغبة. الكفتة اخبارها ايه مع الشوفان؟ اكيد الشوفان دلوقتي بدأ يبين شخصيته الطبيعي يعني. اللهم صل على النبي. ناخدها ونروح هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هنا زي الفل. عيني. خبره طويله بين ايادي بين اصابع ايد العشر. واحده من دي كده مع شويه بطاطس اللي انا عاملها يبقى الاكل بتاعنا هيلسي بنسبه 90%. باماره يا شيف. المقادير قدامك على الشاشه وافحصيها. مدرسه المغازي الهيلسي بتقول ايه؟ مدرسه المغازي الصحي بيقول ايه؟ بكتب مقادير الاكله قدام عينيا كده او اسجلها في دماغي واهرب من الدهون. لا زبده ولا زيت ولا سمنه. استخدمنا هنا المعلقتين زيت زيتون. اللحم بتاعنا فراخ صدور لا فيها لا جلد ولا دهون. حلو. الشوفان بتاعنا اللي حاطينه مكتوب على صيدليه الدكتور التغذيه عنوانه شوفان بروكلي. اي دكتور تغذيه يقول لك شوفان وبروكلي. عينيا. حاضر. نيجي للبطاطس الجميلة الحلوة اللي بتغلى على النار. مخرجنا هيجيبها دلوقتي. زلزال في ريحة الريف المصري والصعيد المصري مع صوص طماطم لطيف وجميل. واحدة أخيرة مع بعض عشان ناخد بعضنا ونجري ونطلع فاصل صغير. هنرجع من الفاصل ده نشوف الإنتاج بتاعنا. صينية بسيسة في الفرن هتطلع تشرب شربات زغروطة حلوة من عصير البرتقال اللي بيغلى على النار مع قرفة. معانا كفتة الدجاج بالشوفان وبشاميل الشوفان. معانا يخنة البطاطس من قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحية كبيرة قوي
من على الكورنيش هنا من ماسبيرو. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع كفتة الشوفان الجميلة الحلوة. بنقلبها طبيعي علشان هنبدأ ندخلها الفرن، بس خلونا ناخد العدسة الجميلة والكاميرا الجميلة والأساتذتنا المصورين ونشوف إيه أخبار الفرن. إيه أخبار الفرن؟ بص عليه كده بصة حلوة ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. بص لي كده على البسيسة الحلوة، إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ هو ده، اللهم صل على النبي. حلو قوي، عايز اطلعها لسه. طب ايه رايك نشوفها استوت ولا ما استوتش مع بعض قبل ما نطلعها من الفرن؟ ممكن يكون الوقت ايه ما سعفناش يعني. نبص عليها كده اهي، نعرف ازاي استوت ولا ما استوتش. ايه رايك نضرب فيها الشوكه كده؟ طلعت الشوكه سليمة، ما فيهاش أي كلاكيع ولا أي الشوكة في الجناب. حلو، استوى هنا كمان أهو زي الفل. أهو هنا كمان عيني، حاضر أهو الشوكة طالعة زي الفل. تمام، تعالوا مع بعض نطلعها ونسقيها الشربات. الله، اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة، تعالي يا بيضة، تكفي العيلة والقرايب والجيران والحبايب. وهي سخنة، وهي سخنة ينزل عليها الشربات. يلا العب. الله، طبعا هي هتشرب الشربات ده كله طالما نزلنا بالشربات وهي سخنة. الشربات ده عبارة عن ايه يا شيف؟ عبارة عن عصير برتقال محطوط فيه عودين من القرفة على النار وإضافة السكر اختياري، بس أنا للأمانة حاطط شوية فانيليا زي الفل. دي البسيسة على طريقة الشيف المغازي، سيبها تبرد وقولي لي رأيك فيها. أخبار يخنة البطاطس إيه؟ نخلصها مع بعض عشان نغرفها كمان. طاس على النار فيها زيت زيتون ونستنى عليها هسة عشان في زلزال في الحلة. بص على الزلزال ده كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه اللي بتتكلم مصري. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه ده؟ اهي اهي، الله يرحمك يامه والله العظيم. بطاطس ورز بالشعريه وتعشت، وكان ايه من الفجريه الراجل يروح على الحقل على الارض يزرع ويحصد. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ دلوقتي الكرواسون والباتيه، حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ جاي على بالي نشوف هنغرف البطاطس فين. نحطها هنا كده، حلو قوي، ونعمل الطشه بتاعتنا الجميله. بس انا مش عاجبني لون الكفته، اقوم اعمل ايه بقى؟ ادلعها بما ان هي طبعا متعوب عليها. العب، عشان مخرجنا بيحب الحاجات الحلوه دي كده. والحاجات الحلوه دي مفيش مشكله منها، ملهاش علاقه بين الاكل هيلث ولا مش هيلث. ده زيتون وفلفل، زيتون وفلفل في قلب الطاسه، اللهم صل على النبي، مع ورقتين ريحان حلوين. كل ده عشان اعمل لوحه فنيه، تحفه فنيه، وتشوفوها على الشاشه لوحه فنيه. قبل ما انزل بالبشاميل بتاعي زي الفل. اخبار البشاميل ايه؟ يلا مع بعض مخرجنا العب. هو ده، هو ده. اللهم صل على النبي. كفتة الفراخ بالبشاميل، البشاميل مدرسة الشوفان. كفاية كده، اللهم صل على النبي. هناخد الصينية دي وندخلها فين يا عم الشيف؟ في الفرن، بس هنا المرة دي هتتحط على الشبكة. اللهم صل على النبي. يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شويه زعتر على الوش، ممكن على فكره لو الاولاد بيحبوا جبنه حط جبنه برضو علشان ياكلوا منها.
وناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. اللهم صل على النبي. وانا ماشي كده ايه الجمال والحلاوه دي، برسم لوحه فنيه. درجه حراره الفرن عندي 180. الله هيلسي. هيلسي 100%. يلا بص ايه الحلاوه، الصوره تسبق الحديث، الصوره تسبق الكلام. في قلب الفرن. تعالوا نركز في البطاطس الحلوه اللي انا بحبها دي، اللي رجعتني للذكريات حلوه وجميله. ادعو الله سبحانه وتعالى اللي عنده ام يستمتع بوجودها في الدنيا والله العظيم للامانه. طاسة على النار حلوة قوي، فيها قليل من زيت الزيتون، فيها توم، العب. تقليبة حلوة، كزبرة خضراء. يا ويلي يا ويلي على الريحة الحلوة دي. هو ده هو ده، البطاطس دي دلوقتي هتتدلع اخر دلع. وانا خلصت. انا هاكلك شوية بطاطس دلوقتي مع رز بشعرية، ما تقولوش خروف ضاني ولا كتف ضاني ولا ديك رومي ولا الجو بتاعنا ده خالص. بطاطس بالطماطم يخنة او بالتخديعة. كزبرة خضراء، تومة. ادلع الكزبرة دي يا عم الشيف بايه بقى؟ بايه بقى؟ شوية فلفل تاخد طعم، شوية ملح، شوية بابريكا، ونحطهم هنا كده ونقلب. يلا مع بعض، يلا مع بعض يا حبايبي، نروح للزلزال، نروح نطفي الزلزال. يلا يا باشا. هو ده هو ده. العب. اللهم صل على النبي. والتقليبه الحلوه دي كده، اسمع الزلزال ده بالله عليك. سماحس امان. قلب. مزاجي رايق، مزاجي رايق عشان بشوفك يا شفيق والله. تعالوا نقلب البطاطس دي كده. اوعى تقولش المدام انت عامله لنا بطاطس ارديحي. لا، بطاطس الخبره الطهويه هنا تغلب على المصاريف. خلي بالك، ممكن اكله تكلف ثلاثه تعريفه بس فيها خبره طهويه، خبره السنين. خلي بالك عشان نبقوا فاهمين الحكايه ماشيه ازاي والحدوته ماشيه ازاي. يلا معايا. هو ده. اللهم صل على النبي. الله، العيلة تاكل والجيران والحبايب. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا. والله الأمانة هي عدلها رز بشعرية، عدلها يعني لو احنا مش عاملين بقى هيلس والجو ده كده، عدلها رز بشعرية. ويا سلام لو البصلاية والبطاطساية دي متحمرة بمعلقة سمنة بلدي. احنا بنرجع بقى، مش الأكل هنا بقى موضوع تاني، يعني معلقة سمنة بلدي كده، ونمسك البطاطس دي ندلعها كده في السمنه البلدي مع التومه والبصله، وبنفس الخطوات اللي اشتغلنا بيها بدل زيت الزيتون يعني. نعم ممكن، بيقول لي حته ليا ضاني. لو عندك ليا ضاني ماشي، من العيد شايلها في التلاجه سامعك. عادي، قطعيها وحمري فيها البصله والتومه ولفي فيها البطاطس دي، موضوع تاني برضو خلي بالك. بس ما بقتش هيلس هنا خالص، ولا لا علاقه بالهيلس، عشان من ايه البطاطس بريئه. هنطلع ايه من الفرن يا عم الشيف؟ هنطلع الكفته بتاعتي عشان وقتنا خلص. اللهم صل على النبي. دي شويه كده ايه دلع، العب. تعالوا نطلع مع بعض الكفته. بص عليها كده قبل ما اطلعها من الفرن حبيب قلبي. جاهزه، العب. اللهم صل على النبي. سخنه، الف هنا وشفا للي ياكل. حلقتنا النهارده فيها خبره طهويه، فيها خف الدم، بنحببكم في المطبخ. هي دي مدرستنا، عشان تحب المطبخ وتخش المطبخ، ما تحسش ان المطبخ ده واجب زوجي او واجب اسري، لا بالعكس، ده هو مفتاح السعاده الزوجيه بجد والله العظيم. دايما بيكون لك مفتاح الجنه، مفتاح العربية المرسيدس، مفتاح العربية الجميلة الحلوة، مفتاح شقة حلوة، مفتاح فيلا. عندك مفاتيح السعادة الزوجية هو المطبخ، مفاتيح السعادة الأسرية هو المطبخ، مفاتيح الكلمة الحلوة لجوزك وتجيب اللي نفسك فيه بكلمة حلوة هو المطبخ. ده خلاصة الكلام. انت بقى دكتورة، انت مهندسة، انت ايا كان البوزيشن بتاعك، مطبخك هو محور الحديث بينك وبين العائلة، من الزوج للحما للأم. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماسبيرو.
We'll be right back.